أسماء شريف منير بنت الفنان الكبير شريف منير عملت فضيحة كبيرة جدا وكانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين اللي فاتوا، ومش بس كده دي تصدرت محرك البحث بشكل كبير جدا، ولما الناس شافتها انهالت عليها بالانتقادات وهجوم كبير جدا. عملت ايه أسماء؟ أسماء كانت في الإمارات وصورت نفسها لايف وهي في البسين مع شابين ونازلة معاهم هزار وتهريج وضحك وكأنهم يعني بنات زيها أو كأنهم إخواتها، ونسيت تماما إن هي من مجتمع شرقي وإنها عندها بنت. أسماء طول عمرها مثيرة للجدل بتصريحات يعني كلها هبل في هبل زي ما بيقولوا، وبيطلع شريف منير بما إنها بنته يلم وراها ويلتمس لها أعذار، ودايما يقول هي كده كلامها مش محسوب، بتتكلم من غير ما تحسب كلامها ومتهورة. من ضمن التصريحات دي إنها في يوم من الأيام طلبت من المتابعين يرشحوا لها شيخ إنها تقدر تسأله أو تتكلم معاه، لأنها بتقلق من الشيوخ أو بتعتبر إن فيهم ناس كتير جدا كلامهم بالمعنى إنه مش على هواها. فالناس رشحت لها الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. ردت على الناس ساعتها وقالت لهم لا، أنا بحس إن كلامه فيه كتير كلام متطرف. طبعا في الوقت ده الناس انهالت عليها بهجوم رهيب جدا، مين انتي وانا دلوقتي بقولك مين انتي ومين انا عشان نقول رأينا في الشيخ الكبير رحمه الله محمد متولي الشعراوي امام الدعاء، انا وانتي وناس كتير مننا برا اهل العلم احنا اقل من اننا نقول رأينا في الشيخ كبير زي الشيخ محمد متولي الشعراوي. ولما لقت الناس انتقدتها وهجمتها كتير جدا طلعت قالت حصل نقاش بيني وبين حد وحصل اختلاف في وجهة النظر، وقلت كلمتين انا ما كنتش قصدهم واتاخد الكلام عليه. وطبعا هي كانت تقصد الشيخ محمد متولي الشعراوي. انا ما اقدرش اتكلم نص كلمة في الشيخ محمد متولي الشعراوي، بس ممكن اكون انا اسأت التعبير. وطبعا دول الكلمتين اللي ملهمش اي 30 لازمة اللي بتقولهم كل واحدة بتطلع تغلط في حد هي ما تحلمش اصلا ان هي تتكلم معاه او يعدي من جنبها او تشوفه او تتكلم على شيخ جليل زي الشيخ محمد متولي الشعراوي. أسماء بنت شريف منير كانت اتجوزت مرة زمان وخلفت بنتها لارا، وبعد كده انفصلت واتجوزت من الممثل محمود حجازي واتطلقت منه ورجعت له مرة تانية، والمرة دي برضو انفصلت منه بعد فترة. أسماء شريف منير ابتدت حياتها العملية بأنها اشتغلت مساعد مخرج فترة ولقت نفسها مش نافعة في الموضوع، ابتدت تقدم برامج ومن ضمنهم كان برنامج مع أبوها اسمه أنا وبنتي. قعدت فترة مع أبوها تقدم البرنامج ده وبعدين ما كملتش أو ما فلحتش، وراحت بعد كده استقرت دلوقتي حاليا في مجال التجميل، ودلوقتي بتعلم البنات ايه هي البراندات اللي تستخدمها في أدوات التجميل، وبتعلم البنات ان هم ازاي يحطوا ميك اب على اساس ان البنات ما بيعرفوش يحطوا. انا متهيألي بنات اليومين دول نازلين اساسا من بطن مامتهم بيعرفوا يحطوا ميك اب. وطبعا نيجي بقى لرأيي انا في كل الكلام اللي احنا قلناه. انا حاسة ان المجتمع بتاع الممثلين دوت ان هم لما بيدخلوا مجال الاعلام ولما بيمثلوا ويتشهروا بيحسوا نفسهم ان هم سلخوا جلدهم وان هم ما بقوش من المجتمع الشرقي بتاعنا وان هم بقوا من ضمن العالم الاوروبي. طيب ما لما نحب نقلد العالم الاوروبي نقلده في ذكائه، نقلده في البحث، نقلده في العلم، نقلده في التكنولوجيا اللي فيها نفع، مش نقلده في الحاجات اللي غير أخلاقية. يعني أنت من مجتمع شرقي، من مجتمع مصري، من مجتمع ليه عادات وتقاليد، ما فكرتيش في بنتك لما تكبر في يوم من الأيام وتشوف الفيديو ده هيبقى شكلها إيه قدام الناس وأمها طالعة بالبيكيني مع رجالة أغراب ومع ناس أغراب؟ ربنا يهديكي ويصلح حالك، فكري في نفسك شوية وفكري في بنتك شوية، اجبري وعقلي، أنت بقيتي أم. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.